الرأي الآخر أو الرأي المختلف ينظر له البعض بأنه تنوع ووجه من وجوه الديمقراطية، فيما يرى فيه البعض الآخر عمالة وارتهانا. هذا هو حال بعض الشخصيات الشيعية الدينية والسياسية والإعلامية التي تعرضت مؤخرا إلى سهام الانتقاد، وصلت إلى حد وصفها بشيعة السفارة. في جزء منه لا يجمع بينهم علاقات، يعني مش بالضرورة، يعني في يمكن بعض الأشخاص اللي ذكروا يمكن في ما بيعرفوا بعض، بالمعنى أنه ما في صلة شخصية، لكن المشترك اللي بيناتهم اللي بيستنتج الواحد أنه هؤلاء لهم موقف اعتراضي على حزب الله. من صفحات الويكيليكس الشهير نشرت إحدى الصحف بعض البرقيات التي تمت بين السفارة الأمريكية وعدد من الشخصيات الشيعية. الصحفي علي الأمين واحد ممن وردت أسماؤهم من مجموعة لا يجمع بين أعضائها سوى موقفهم المنتقد لحزب الله، وهم إلى الأمين الشيخ محمد علي الحاج مؤسس تيار الاعتدال الشيعي، الشيخ أحمد طالب صهر السيد محمد حسين فضل الله والمقرب من الرئيس بري، النائب السابق صلاح الحركي، الوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون، الوزير السابق إبراهيم شمس الدين، المهندس علي صبري حميدي، أحمد كامل الأسعد، والناشط لقمان سليم. على الأقل أنا شخصيا والآخرين اللي تم استهدافهم، هؤلاء مش مستحيين بموقفهم، ما هني يعلنوه ويكتبونه بشكل علني، وبالتالي ما بيعتبروا حالهم أنه أخفوا شيئا أو أنه قالوا شيئا يستحوا بقوله علنا. طب ليش بتعتبروا هذه الحملة ضدكم؟ هذا السؤال طرحناه على نفسنا، وبنفس الوقت منا يعني إذا بدك متفاجئين فيه، متوقعينه. يعني اللي عنده موقف نقدي على ضد حزب الله وسلوك حزب الله السياسي في كثير من المسائل وحتى داخل الطائف الشيعي ومصادرة الطائف الشيعي بهذا الشكل، متوقع أنه اللي بده يواجه هذه القوة أنه في راح يكون رد فعل على هذه القوة، وهذا ناشئ بسبب أنه هذه البنية اللي أحمد حكمي واللي على رأس حزب الله بالوضع السياسي داخل الطائفة الشيعية تمنع أي مظاهر لبروز تنوع داخل الطائفة الشيعية طبيعية. يتحدث الأمين عن سلوك سياسي سائد منذ العام 92 داخل الطائفة الشيعية ووضعية واحدة تم العمل على تدعيمها والإبقاء عليها منذ ذلك الحين. برأيي هذا ما بيعكس واقع الحال، هذا بيعكس أنه في سلطة قوية فيها الأمن والعسكر والمال والمال العام والدولي وأجهزة الدولة تحمي هذه الوضعية السياسية، وكل من يخالف هذه الوضعية السياسية فعلا هو عم بيحط حاله في موقع أن يكون شهيد. ممكن تكون الشخص له علاقات ومرتكب ارتكابات كبيرة، بس مجرد أن يكون موافق على هذه السلطة بتم السماح عنه. يعني معيار السماح ليس النزاهة أو عدم النزاهة، معيار السماح هو أنت ماشي بخطنا ومعلن تأييدك لخطنا أو لا. شيعة التغيير الذين يتحدثون عن تغييرات تحملها المرحلة المقبلة يحذرون من أن تصبح الطائفة الشيعية برمتها في محيط كله أعداء لها، فمن له مصلحة بإيصال الطائفة إلى هذا الوضع؟